ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. اهلا بيك في حلقه جديده من كورس الكومبليتو. كورس الكومبليتو هو كورس متصمم ان هو يساعدك تتعلم انجليزي من الصفر للاحتراف خطوه بخطوه، ودي الحلقه الرابعه من كورس التي بي او مستوى التي بي اللي هو ما قبل ليفل 1. انا اسمي احمد حسن من ال دي اكاديمي، ويلا بينا نبدا اللسن بتاع النهارده بعنوان What day is tomorrow. What day يعني يوم ايه؟ What day is tomorrow معناها هو بكره ايه يا شباب؟ What day is tomorrow؟ فأنا عايز أسأل مثلا عن امبارح، فهقول What day was yesterday؟ What day was yesterday؟ طيب عايز أسأل عن النهاردة، هقول What day is، What day is today؟ فالليسون بتاع النهاردة، in this lesson، في الليسون بتاع النهاردة we're gonna learn to ask about today، yesterday and tomorrow. يعني هنتعلم نتكلم عن النهاردة today اللي هو النهاردة، yesterday اللي هو امبارح، أو tomorrow اللي هو بكرة. هنتعلم ازاي نسأل to ask، معناها ان احنا نسأل، ازاي نسأل عن الأيام دي using، باستخدام days of the week. يعني ازاي نسأل عن الحاجات دي باستخدام days of the week اللي هم أيام الأسبوع. Also we're gonna learn to ask about the activities you do on these days. يعني هنتعلم برضو نتكلم عن الاكتيفيتيز او الانشطه اللي انت بتعملها في الايام دي. هنبدا كالعاده بالفوكابولاري او الكلمات اللي هنستخدمها في التوبيك بتاع النهارده، فيلا بينا نبدا الكلمات دي. day day day، ودي معناها يوم، زي ما اقول مثلا what day is today، what day اللي هو النهارده ايه. week week week، ودي معناها أسبوع، والشهر اسمه month month month، يعني شهر. وأيام الأسبوع هي كالآتي: Sunday بداية من يوم الحد اللي هو Sunday، Monday Monday، Tuesday Tuesday، Wednesday Wednesday. لاحظ ان انا قلت Wednesday، والدي اللي هنا دي انا ما قطعتهاش وكانت silent، ما بقولش Wednesday، لا بقول Wednesday Wednesday. Thursday 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 اللي هو يوم الخميس. Friday Friday Friday. Saturday 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 اللي هو يوم السبت. وطبعا نهاية الأسبوع اسمه weekend weekend weekend. والأجازة أو العطلة اسمها vacation vacation vacation. والنهاردة اسمه today اللي هو اليوم، اسمه today today today. امبارح اسمه yesterday yesterday yesterday. اما بكره اسمه tomorrow tomorrow tomorrow. طبعا بالنسبه للاكتيفيتيز او الانشطه اللي انت ممكن تعملها، اولها طبعا play football play football play football. ولازم تبقى فاهم ان الامريكان ما بيقولوش على كرة القدم فوتبول، لكن بيقولوا عليها soccer soccer. فلو سمعت soccer دي معناها كرة القدم بالامريكان اكسنت او الاكسنت الامريكي. have coffee have coffee have coffee، ودي معناها يتناول القهوة بتاعته. خلي بالك ما بيقولش انا بشرب القهوة، بيقول انا بتناول القهوة، فبقول I have my coffee I have my coffee or I have coffee. take a walk take a walk take a walk take a walk معناها يتمشى، ياخد تمشيه كده. ولاحظ ان ال اللي في كلمه walk silent، مش بتتنطق، ما بقولش walk لا، لكن بقول walk. take a walk take a walk. watch tv watch tv watch tv يعني يشاهد التلفزيون. listen to music listen to music listen to music يعني يستمع إلى الموسيقى.
Stay at home. Stay at home. Stay at home. يعني يفضل قاعد في البيت. Read the news. Read the news. Read the news. يعني يقرأ الأخبار. Play the guitar. Play the guitar. Play the guitar. يعني يلعب على الجيتار بتاعه. Plant flowers. Plant flowers. Plant flowers. Plant flowers يعني يزرع الورد أو الزهور. لاحظ إن دايما لما بلاقي كلمة أخيرة حرف T بأكل حرف T ده بعمله أكنه همزة بقول Plant. Plant flowers بالشكل ده. Play cards. Play cards. Play cards. Play cards. Cards اللي هي الكروت بتاعت الكوتشينة. Play cards يعني يلعب بالكوتشينة. Practice piano. Practice piano. Practice piano. يعني يتدرب على البيانو بتاعه. Swim. 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 يعني لما حد يكون بيحب السباحة هيقول I like to swim. Swim. Relax. 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 معناها يسترخي. Relax. Buy groceries. ركز معايا في الكلمة دي عشان مهمة. Groceries. Groceries. ودي معناها البقالة البقالة اللي هي الحاجات اللي بتستخدمها عشان تعمل الأكل في البيت. اسمها groceries. Groceries. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. يعني ياخذ الكلب يمشي عشان الكلب نفسيته ما تتعبش. Go jogging. Go jogging. Go jogging. Jogging اللي هو العدو اللي هو ما بين الجري والمشي حاجة استهبال كده لا هي جري ولا هي مشي فدي اسمها العدو ودي رياضة مطلوبة جدا عشان بتساعدك انك انت تجدد نشط الدورة الدموية بتاعتك فبنقول عليها بالانجلش go jogging. Go jogging. لاحظ بقى ان اي كلمة اخرها ing مش بنطق الجي بخليها يعني اخف حاجة ممكنة ما بقولش go jogging لا بقول go jogging. Go jogging. وهكذا. Go rafting. Go rafting. Go rafting. ورافتنج اللي هو التجديف رياضة التجديف وفي الدروس اللي بعد كده هنعرف ان في انواع كتير من الرياضة دي حسب الحاجة اللي انت بتقدف بيها قصة كبيرة كده ساعدتك. Go camping. Go camping. Go camping. ودي معناها ان هو يروح يخيم كامبينج اللي هو التخييم في ناس بتحب التخييم ده انا ما جربتوش قبل كده بس بيقولوا عليه حلو يعني go to the beach. Go to the beach. Go to the beach. Beach اللي هو الشاطئ فgo to the beach معناها انك انت تروح الشاطئ عشان يعني ايه تعمل حاجات الشاطئ يعني الحاجات اللي هي الحلوه دي go horse riding. Go horse riding. Go horse riding. انك تروح تركب خيل ركبت الخيل مره واحده بس نفسي اركبه تاني بصراحه go dancing. Go dancing. Go dancing. يعني حد يروح يرقص يعني ويهيص وزعطط كده have dinner outside. Have dinner outside. Have dinner outside. يعني يروح يتعشى بره يتناول العشاء بتاعه outside يعني في الخارج مش في الخارج يعني بلاد برا لا في الخارج يعني برا البيت hang out. Hang out. Hang out. Hang out يعني يتسكع أو يقضي وقت يعني يستمتع بوقته والhang out أو إنك أنت ممكن تهانج out في البيت أو ممكن تهانج out برا البيت فأيا كان التسكع بتاعك أو تقضية الوقت بتاعك فإنك تقضي وقت أو تستمتع بوقتك فدي اسمها هانج أوت وده ممكن يكون جوه البيت أو برا البيت. آخر كلمة معانا وهي take a nap. Take a nap. Take a nap معناها إنك أنت تاخد قيلولة الناب اللي هي القيلولة.